راشد شيخن على ناسه وشعبه. راشد تاريخنا يشهد بطيب خصاله. راشد بن حميد النعيمي زايد قدره، وبه صفوة نعيم تزايد، واتق يده بيد الفلاحي زايد، وتوحده والشعب طيب فاله، وتوحده والشعب طيب فاله. اليوم واليوم عصر اللي كبير مقامة، الشيخ على العليا علت به قامة، المد غيره شبر مد مقامة، هذا أبو عمار بين اختاله هذا.